شغل المس. لو انا حبيت اعمل شغل مس سريعا هاخد الليفل دوت اقول له انا عايز انسخ كوبي واطلع بيه واقول له كوبي تاني اطلع بيه مثلا. ممكن اكتب الرقم على طول تمام. ممكن اغير اسم الليفل لو انا عايز سامي ده مثلا تمام. وبعد كده هاجي ارسم اي شكل هنا على الارض على الفيرور دوت. وبعد كده هرسم شكل تاني. دلوقتي هرسم شكل تاني على ارتفاع اخر وشكل كمان على ارتفاع برضو مختلف كده. انا عندي تلات اشكال 2D. لو عملت عليهم سيلكت كلهم وقلت له كرييت فورم هيتكون عندي شكل ثلاثي الابعاد زي ما احنا شايفين. هحمله في المشروع اقول له لود انتو بروجكت. هو كان متحمل فيه فاميلي بنفس الاسم فاقول له اوفر رايت. بعد كده هقول له بليس ماس يعني احط الماس ديت اللي انا اختارها هي موجودة بنفس الشكل. احولها بقى للحوائط وسقف هقول له قول وعلم على الحوائط اللي عندي. دلوقتي عايز احط السقف اقول له عايز الروف اعلم عليه واقول له كرييت روف. ناقص بقى ان انا اعمل الارضيات اقول له فلور. اخليها واير فريم عشان تبقى اوضح معايا. اعمل سيليكت على المبنى اقول له ماس فلور اعلم على الادوار اللي انا عايزها. ماس فلور اعلم على الادوار اللي انا عايزها اقول له اوكي. هلاقي الادوار ظهرت معايا. الادوار ديت هتفيدني ان انا ابقى عارف مساحة كل دور هيبقى قد ايه والحجم بتاعه فبيديني معلومات ابدأ احسب منها المبنى بتاعي الدور بتاعه كل دور هيبقى قد ايه.